امبارح كان في خبر ملفت جدا عن افتتاح أول مستشفى <applause> رقمي في أفريقيا، الخبر ده أعلن عنه في مؤتمر صحفي ضمن فعاليات معرض الابتكار في الرعاية الصحية واللي أقيم في القاهرة، واللي أعلنت فيه الهيئة عن افتتاح طبعا زي ما بقول لحضراتكم كده هذه المستشفى بتستعد لافتتاح أول مستشفى افتراضي، الفكرة ببساطة إنه بدل ما المريض هيروح للمستشفى بشكل تقليدي ده الطبيعي بتاعه هيكون بإمكانه الحصول على استشارات طبية يا بسنت من خلال الإنترنت. تشخيصات وعلاج وحلول رقميه ذكيه مش بس كده لا كمان هيخلي الوصول للرعايه اسهل وهيمثل طفره كبيره جدا في النظام الصحي في مصر من خلال تقديم خدمات صحيه بكفاءه اعلى وهيحسن من التجربه الصحيه للمرضى يعني خليني اقول لك فكره مهمه جدا وحلوه قوي ان هي تتعمل على يعني خليني اقول على على يعني القاره كلها هتعمل حاجه زي دي وتجربه زي دي ودي حاجه مهمه قوي يا شازي. طبعا مهم جدا ان احنا كمان بنبدا من محافظه الاسماعيليه ودي حاجه كويسه جدا وده اعتقد الاتجاه العام في العالم كله والفكره مش بس بتعني راحه اكبر للمرضى لكن كمان بتساهم في تحسين جوده العلاج بشكل ملحوظ التكنولوجيا هتتيح للمرضى تلقي العلاج من اي مكان بدون الحاجه للتنقل الى المستشفى وده هيساعد على تسريع عمليه التشخيص وتقديم العلاج المناسب بشكل اسرع واكثر دقه وبالتالي هيرفع من كفاءه الرعايه الصحيه الاهم من كل ده بقى انه المستشفى الرقميه دي هتساهم في تعزيز قدره النظام الصحي على التكيف مع التحديات الحديثه من خلال استخدام الحلول الرقميه بالتالي الاطباء هيكونوا او هيتمكنوا من متابعه حالات المرضى وتقديم الدعم الطبي في الوقت بشكل دقيق وهيعزز من جوده الرعايه وهيقلل من الاخطاء الطبيه المحتمله خليني اقول ده لي يعني فوائد كثيره جدا جدا مثلا مثلا ساعه كورونا كلنا كان عندنا مشكله ان احنا نتوجه الى الاماكن او كانت المستشفيات ساعتها بعض الناس اللي كان عندهم حاجه غير الكورونا كانوا بيخافوا ان هم يروحوا يحضروا او يروحوا المستشفي يعملوا اي فحوصات فالمستشفي الرقميه دي ده كان حل ليها لو كانت موجوده في وقت الكورونا ده كان هيبقى حل ليها كمان هتساهم بشكل كبير جدا في زياده قدره النظام الصحي على مواجهه الطوارئ والازمات بشكل اكثر فعاليه بمعنى انه النهارده لما انا يبقى عندي زحمه كبيره جدا جدا انا لما يكون عندي مستشفى رقميه او اقدر ان انا اشخص او اشوف المشكله فين بطريقه ديجيتال انا هوفر من على نفسي مشكله الزحمه اللي ممكن تبقى في غرف الطوارئ المشكله كلها في الطوارئ انه بيبقى دايما الحالات لازم دلوقتي حالا نحلها لازم يبقى فيه او تتعالج دلوقتي حالا فده هتساهم او المستشفى الرقميه هتساهم في حل ازمه كبيره جدا ممكن تكون المستشفيات بتواجهها وهي الطوارئ كمان المستشفى الرقميه هتكون منصه لتدريب الكوادر الطبيه هتزودهم باحدث الاساليب وده هيرفع من مستوى الرعايه الصحيه المقدمه انا في الحقيقه شايفه يا شاذلي ان يعني خطوه مهمه جدا وحلوه قوي ل يعني مجال الرعاية الصحية بشكل عام طبعا. آه وفعلا يعني بيقولوا إيه يعني حان الوقت لحاجة زي كده كل حاجة بتتحول آه تبقى رقمية فالمستشفيات كمان أو الرعاية الصحية لما تتحول تبقى رقمية دي حاجة فعلا فعلا إضافة كبيرة جدا للرعاية الصحية بشكل عام بكل اكيد انت طبعا يعني اشرت لنقطه غايه في الاهميه في فكره التكدس والزحمه في المستشفيات ده تخفيف زي ما قلنا الضغط على المرضى وده طبعا بالنسبه لبعض الحالات اكيد يعني في حالات لابد من حضور المريض للمستشفى لكن هذه المستشفى هتعنى بالحالات اللي من الممكن يستخدم فيها التطبيب عن بعد زي ما بنقول او الكشف عن طريق الانترنت وبالتالي التشخيص ايضا من خلال التواصل اونلاين وايضا اعطاء العلاج او روشته المناسبه لحاله المريض من خلال الاونلاين او من خلال استخدام الإنترنت ده بيقلل الضغط على المستشفيات وكمان بيخفف الضغط على المريض من أنه يذهب بنفسه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج ده حي مرة تانية بنصبح على حضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر